استقبل الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكية السيد أموس هوكستن نائب مستشار الرئيس وكبير مستشاري الطاقة والاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية إذ استعرض الجانبان علاقات الصداقة وفرص تعزيز التعاون بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وأكد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع مملكه البحرين بالولايات المتحده الامريكيه الصديقه والتي هي محل اعتزاز وتقدير لدى المملكه